اقول بس يا جماعه، لما انا كنت بقول ما تعلنوش عن سلبيه العينات، لانه بالحقيقه نادي الزمالك هو اللي اعلن عن سلبيه عينه كريم بامبو، وانا كنت قريت الخبر بس ما رضيتش اقوله، بس لقيته منتشر بشكل عجيب جدا. يعني من وجهه نظري غلط، مش مقبول. يعني انا بقول لحضرتك، انا كنت النهارده في نادي الانتاج الحربي وفي ثلاثه عندهم عينات ايجابيه، لا الكابتن مختار قال لي ولا الكابتن خالد مهدي قال لي ولا حد. طبعا عرفنا من الكواليس يعني، وما كناش عايزين نعرف يعني حد اللي جه قال يعني، لكن كاننا ما عرفناش حاجه. ومثلا اللي كان في ام بي رجعوا التمرين الحمد لله، وشو ما ببساطه بتشوف مين اللي مش موجود في التمرين ده خلاص اللي عنده كذا يعني، لكنه مش من الواجب ولا من المعقول انك تعلن الاسماء يعني لصالح النادي والله، ولصالح اللعيب ولصالح الجمهور ولصالح الجميع. يعني الامر عجيب جدا يعني بصراحه، انا مندهش، ارجو انه هذا الامر يتوقف يعني لصالح الجميع ولصالح المنظومه بالكامل.